الشيء الأساسي كان بالنسبة للترتيبات الدستورية المفاضلة بين الوثيقة الدستورية 2019 وبين إصدار دستور جديد. كما تعلمون الدستور هو قيد على السلطة بشكل عام، القيود الموضوع على السلطة بتضمن الدستور، والسلطة التي تصدر الدستور لذلك يجب أن ينتهي دورها بإصدار الدستور. ما كان سائد في القرون الوسطى وقبل ذلك الملوك والأباطرة هم الذين يصدرون المناشير الدستورية ويقيدون أنفسهم، ولكن في العصر الحديث أصبح الدستور السلطة الأساسية في إصدار الدستور هو الشعب.